السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بنتقابل علشان الحلقة الرابعة من كتاب دع الصراع داخل عقلك واندمج في حياتك. الكتاب ده بيتناول قد إيه اللغة بتبقى بتأثر في حياتنا، وقد إيه من أول ما إحنا بنتولد من بعد السنة الأولى في حياتنا بنبدأ إن إحنا نغير نكون ارتباطات كبيرة جداً بين الكلمات وبعضها، وإزاي إن إحنا بنجعل فيه رموز معينة لكلمات معينة بتدل على أشياء أكبر وأكبر، وقد إيه إن الرموز دي عبارة عن مفاتيح بتفتح أبواب كتيرة في عقلنا وتخلينا مش مركزين في اللحظة الحالية، وقد إيه التحامنا بالفكرة بيأثر على تفكيرنا وبيخلينا ما نقدرش ناخد قرارات صائبة في اتجاه منظومة القيم اللي احنا بنؤمن بيها. النهاردة هنكمل كلامنا على قد الواجب اللي خدناه المرة اللي فاتت، هنناقش الواجب اللي خدناه المرة اللي فاتت ونعرف هنطلع منه بإيه، وهنكمل طريقنا إزاي إن إحنا ننفصل من الأفكار دهية بدل ما نلتحم بيها، وإزاي نتعامل مع المشاعر كمان المؤلمة. وكمان في حاجة مهمة كمان، إن إحنا قبل كده تعلمنا يعني إيه نقبل أو نجعل في براح داخلنا للمشاعر، فالنهاردة هنتعلم إزاي إن إحنا لا نلتحم بالفكرة علشان ما تأثرش على رؤيتنا للأشياء اللي حوالينا ورؤيتنا لنفسنا ورؤيتنا للعالم. هنشوف السلايدز ونكمل كلامنا وإحنا بنشتغل. الواجب كان إيه؟ الواجب كان جدول رصد الألم. رصد الألم إن إحنا هشوف أنا الأفكار اللي جات لي إيه، المشاعر اللي كانت حصلت لي إيه، يعني أقول الموقف وبعدين أشوف المشاعر اللي حصلت إيه وأفكاري تجاه هذه المشاعر أو الأفكار اللي جات لي بعد المشاعر دي. رجعنا مرة اللي فاتت بعض الأفكار، زي مثلاً أنا صحيت متضايق، أنا بكره الشغل، أنا بضيع عمري في الشغلانة دي، ومش هعيد عشان أنا الكلام ده قلته آخر السلايد اللي فاتت. طيب إيه اللي هنستفيده من الجدول ده؟ كل واحد فيكم قدامه الجدول بتاعه والمشاعر والأفكار اللي خطرت له في الأسبوع اللي فات كله، إحنا سبنا أسبوعين كمان مش أسبوع واحد. هنلاقي إن الأفكار بتدور حوالين فكرتي عن نفسي، يعني فكرتي عن هالة، وفكرتي عن العالم من حواليا، وفكرتي عن الناس، وكمان فيها استقراء للمستقبل وتعميم. ماشي، ده أنا مش هقدر أكمل في الشغلانة دي، ده الشغلانة دي زفت جدا، كارثية، أنا لازم هعمل حادثة طالما مشيت في الطريق السريع، كل الأخطاء المعرفية الأخرى، وأيضا ندم على اللي فات. يبقى إما قلق على المستقبل أو ندم على اللي فات، وكلها بيبقى فيها أفكار أخطاء معرفية اللي خدناها قبل كده. طيب في خانة المشاعر هلاقي إن المشاعر بتزيد وبتتأجج أكتر وأكتر لما بقى لوحدي وأنعزل عن الناس، وده يؤيد جدا الفكرة بتاعت الكتاب اللي احنا لخصناه قبل كده، اللي هي الأسباب الخفية للاكتئاب أو أسباب الاكتئاب، اللي هي التواصل المفقود بتاع جوهان هاري، ممكن تشوفوه على القناة برضو هيفيد قوي. أن تلتحم بالفكرة وتصدقها وترى نفسك والعالم من خلالها، كأنك بالضبط بتنظر للعالم من خلال نظارة الأفكار، اللي هي النظارة السوداء بتاعت الاكتئاب أو القلق. النظارة السوداء دي هي اللي بتخليني أشوف العالم كارثي أو أشوف العالم ملوش معنى زي ما في حالة الاكتئاب. طيب أنا محتاج كبني آدم عشان أقدر أعيش في اتجاه القيم بتاعتي ومع وجود الأفكار والمشاعر المؤلمة دهيت، إن أنا أشوف الأفكار مش أشوف من خلال الأفكار، إن أنا أنظر للأفكار بتاعتي مش إن أنا أشوف من خلال الأفكار بتاعتي، حتى إن أنا ما أقيمش العالم علشان ما يحصلش إن أنا أقيم العالم من خلال نظرة الأفكار والأحكام، وده هيبقى تقييم غلط جدا. هنا قطار العقل، إحنا خدنا قطار العقل قبل كده اللي هو بيبقى القطار اللي فيه المشاعر والذكريات والأفكار بتاعتي وكل الرغبات الملحة اللي بتيجي على بالي، إن أنا عندي رغبة أدخن سيجار، عندي رغبة أجيب الشوكولاتة اللي في التلاجة وأكلها، عندي رغبة بفكر في الانتحار. كل الرغبات اللي عندي وكل المشاعر كل الأفكار كل الذكريات موجودة في القطر الجميل ده. القطر ده ماشي على خط قضبان محدد، الخط ده بيمشي على حسب
اللي موجود فيه القطر ده موجود فيه ركاب اللي هم الناس الأفكار والذكريات والكلام ده كله، وماشي على أضبان في طريق، ممكن الطريق اللي ماشي فيه القطر ده ما يناسبنيش. فإذا لو أنا التحمت بالأفكار دهيت والتحمت بالمشاعر دهيت وما كنتش واعي بيها ولا واعي باللي حواليا، هيحصل إيه؟ هيحصل إن أنا أروح معاهم في الطريق بتاعهم من غير ما أنتبه إن أنا أروح للطريق اللي بيخدم القيم بتاعتي، وبكده أكون ضيعت جزء كبير قوي من عمري بجري ورا مشاعري، بجري ورا الأفكار بتاعتي، بجري ورا الأحكام اللي أنا بحكمها على العالم وعلى الناس وعلى نفسي بدون داعي، وأصبحت أضيع وقت كتير من حياتي في الجري من إن أنا أقاوم الفكرة، أهرب من الفكرة، أعدل الفكرة، وده كله مش هيفيد. الإفادة الحقيقية إن أنا أنفصل عن الفكرة عشان أعرف أشوفها وأعرف أشوف العالم مش من خلال الفكرة ولكن من خلال رؤيتي للعالم نفسه. عدم الوعي بالأفكار والمشاعر والالتحام بيها زي بالضبط الطور اللي مربوط في الساقية. هنا الفلاحين زمان كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيجيب الطور، الطور ده يربطوا عينه، يحطوا على عينه كده حاجات ويقفلوها من ورا، بحيث إن هو لما يتربط في الساقية هو مفروض بيلف دايرة، بيلف دايرة لا نهائية عشان يروي الزرع، بيلف ساقية عشان يروي الأرض بتاعت الفلاح. فلو التور ده شاف ان هو مش بيروح مشوار معين وان هو بيلف في ساقية دوائر لا نهائية وان هو مش بيعمل حاجة ذات قيمة لنفسه، احنا مش بتكلم دلوقتي ان هو بيسقي الزرع، لا انا بس بتكلم على التور نفسه، هو نفسه لو التحم، لو احنا مثلا مكان التور ده والتحمنا بافكارنا والاحكام اللي بنطلقها على الاخرين واصبحت هي دي اللي بتشكل وعينا باللي حوالينا وعينا بنفسنا، هيحصل ايه؟ هنبقى عامل زي التور اللي مربوط في ساقيه مش عارفين احنا رايحين فين، ما عندناش وعي باللي بيحصل. طيب فك الالتحام بقى، فك الالتحام بالافكار والاحكام دي من وظائف اللغه. من وظائف اللغه ايه بقى؟ إن هي بتربط أو بتنقل الوظيفة من الشيء الحقيقي زي اللبن، زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هو لبن، تمام؟ ماله اللبن؟ فيه له طعم وله لون وله ريحة وله قوام وله شكل. اللغة بتعمل إيه؟ بتنقل كل اللي أنا قلته ده، بتنقله في كلمة مكونة من ثلاث حروف اللي هي لبن. أنا لما أسمع كلمة لبن هعرف إن ده اللي لونه كذا واللي طعمه كذا واللي بيتعبى في كذا واللي ريحته كذا واللي بيتعمل بيه كذا، هعرف كل التفاصيل دي من مجرد الكلمة اللي هي الرمز اللي هي الثلاث حروف. فك الالتحام بالفكرة هيقلل تأثيرها عليا ويجعلني أعيش اللحظة الحالية بكل تفاصيلها وبمرونة أكبر، اللي هي الإيموشنال فليكسابيليتي أو السايكولوجيكال فليكسابيليتي اللي هي بيتكلم عنها الكتاب كله. من طرق فك الالتحام بالفكرة تكرارها بصوت عالي وبشكل سريع فتفقد تأثيرها علينا وتفقد المعنى من وراها. تعالوا كده نتخيل ان احنا هنقول لبن بشكل سريع وبشكل متكرر بصوت عالي لمدة 45 ثانية، مش أقل من 45 ثانية. لبن 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 لبن. ايه اللي حصل؟ اللام شبكت في النون، شبكت في النون في البه، وأصبحت الكلمة مدمغة في بعضها، في إضغام في الحروف كلها مع بعضها. إيه اللي حصل؟ فقدت معناها. أنا دلوقتي النغمة اللي أنا سمعتها دي لا تمت بصلة لكلمة لبن أساساً، يبقى مش هتدل على اللبن، يبقى مش هتكتسب الوزن اللي كانت مكتسباه قبل كده. لو نيجي نقول مثلا هنطبق نفس التمرين ده على كلمة فاشل، فاشل، مخي بيقول لي فاشلة فاشلة. أنا لو كررت الكلمة دي بصوت عالي هقول إيه؟ فاشلة 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 فاشلة، الفه اتشبكت في الشين في التن في اللام في كله، فأصبحت الكلمة بدون معنى. قدر الإزعاج اللي كانت بتسببه الفكرة قبل ما أعمل التمرين ده غير قدر الإزعاج اللي بتسببه لي بعد التمرين، يعني بعد التمرين أنا مدى الإزعاج قل لأن هي بقت غير ذات معنى. كمان مدى تصديقي ليها بدل ما كانت بتطلع كده في دماغي وأنا أم صدقها على طول ومشترياها، ما بقتش أصدق فيها قوي.
كمان هتفقد تأثيرها الوجداني عليا، هتصبح حاجه فاني ايه كده دي ولا حاجه، كمان هتعود لحقيقتها اللي هي مجرد حروف متتابعه ليها صوت معين في النطق، حروف متتابعه ليها صوت معين في النطق، زي كلمه خزي لما كنا بنقول خزي خ زين يه، ثلاث حروف ولكن يعبروا عن قصه كبيره قوي ورا الثلاث حروف دول. كمان لو انا في وقت الالم النفسي وحسيت ان انا فاشل فاشل فاشل، هتحتاج ان انت تبص للغه كعمليه متكامله، مش ان هي كلمات فقط، لا، الكلمات دي وراها ايه؟ وراها ترابط بين معاني مختلفه مع بعض، تراجم لتجارب حسيتها قبل كده، مش بالضرورة إن دي تعبر عن كل تجاربي. أنا دلوقتي عشان أنا متضايقة ما ببصش غير على تجاربي المؤلمة أو تجاربي اللي كانت فيها شيء من الإخفاق، ولكن تجاهلت تماماً كل التجارب المفرحة والمبهجة اللي عشتها في حياتي نتيجة إن أنا في وقت الألم والأذى. يبقى إذن لو أنا التزمت بس بالبرودكت أو بالإنتاج اللي هو بتاع اللغة اللي هي كلمة فاشل وصدقتها واشتريتها، أنا كده إيه اللي هخسرانه، وكده ببص لنفسي من خلال نظارة يا فاشل يا فاشل. تحتاج أن تحرر نفسك من شراك شبكات الكلمات المترابطة بعلاقات لا نهائية التي صنعها عقلك من خلال اللغة، ولا تدعها تعطلك عما تريد فعله في حياتك، يعني ما تعطلش بسبب الفكرة. لما بكون حزين إيه اللي بيحصل؟ بلتحم بالفكرة على طول، أنا إنسان مش كويس، أنا كذا، أنا حزين جداً وأعتقد أنني سوف كذا. تعالوا نشوف إزاي فك الالتحام بالفكرة، أعمل إيه عشان أفك الالتحام بالفكرة لو أنا وعيت أن أنا ملزوق بفكرة دلوقتي. أنا عندي فكرة أن أنا إنسان كذا، يبقى أنا كتبت إيه؟ سبقت قبل الفكرة، قلت أنا عندي فكرة، يبقى كده انفصلت عن الفكرة نوعاً ما. أنا ملاحظ إن عندي شعور إني حزين، يبقى أنا كتبت كلمة أنا ألاحظ قبل إيه الفكرة معينة. أنا عندي شعور إني عايز أهرب من هنا، عندي رغبة إن أنا عايز أهرب من هنا. ندي اسم للقصة بتاعتك، يعني مثلاً قصة الفشل مثلاً، هنستخدمها لتسمية الأفكار اللي متعلقة بالفشل كلها. أستخدم الوصف بدل من الأحكام، لأن الأحكام بتعطلني، الأحكام بتحتوي على تقييمي الوجداني للحاجة، يعني بتحتوي على رأيي أنا، أنا مش عايزة كده، أنا عايزة الحاجة تتوصف فقط. أغير نغمة الكلمة وأغير سرعة النطق بيها، يعني أغير نغمة الكلمة بدل ما أقولها بالراحة هقولها بسرعة، وأغير النبرة بتاعت صوتي أقولها في هيئة خبر عاجل. معكم الآن مراسلكم مثلاً فلان الفلاني للأخبار السيئة على مدار الساعة، أخبار سيئة 24 ساعة في اليوم لمدة 7 أيام في الأسبوع. فهيبقى ممكن تتقال بالطريقة السيريس دي، يعني بالطريقة الجادة زي المذيع الأولاني ده، أو زي ما المذيع التاني كده يقعد يزغرط لو 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 لي عقبال عندك يا أم فاروق، عندنا قصة إن فاشل أنا فاشل جات لنا تاني. على حسب أنت هتقولها إزاي، كل ده هيساهم في عدم الالتحام بالفكرة. طيب، استخدام الوصف بدل من الأحكام والوصم والتقييم، يعني بدل ما أقول الحاجة دي وحشة ولا حلوة، سيئة ولا جيدة، خير ولا شر، أبيض ولا أسود، لا، أنا هستخدم الوصف بس بدل من الوصم والأحكام. الوصف ده بيبقى مجرد لا يشمل رأيي في الشيء، وكمان الوصف ده مش هيخليني ملتحم بالشيء وبالتالي بيقلل المعاناة بتاعتي، وكمان عشان الأحكام بتعبر عن تفاعلي مع الشيء وده بيعطلني وبيزود معاناتي مع الأفكار وأيضا المشاعر. نديكم مثال، يعني مثلا لما أقول القلق بيزود ضربات القلب، تمام؟ ده إيه؟ وصف، صح ولا لا؟ لكن لما أقول القلق لا يحتمل أو لا يطاق، ده حكم. لما اعتبر ان القلق لا يحتمل او لا يطاق، انا كده حكمت على نفسي انه فعلا لا يطاق ولا يحتمل. قد يحدث ان انا احتمل الالم، وقد يحدث ان انا احتمل القلق وتعدي اليوم والتاني وفعلا الفكره اثبتت ايه عدم مصداقيتها، صح ولا لا؟
يبقى انا ما احكمش من الاول ان انا لن احتمل القلق او او ان القلق لا يطاق، لا انا هقول ان القلق بيزود ضربات القلب، بيزود الرعشه في الايدين، مخليني حاسس اني خايف، ولكن فيش حاجه تخليني اقول ان القلق لا يحتمل. من غير ما اقول حلوه ولا وحشه، من غير ما اقول بحبها ولا ما بحبهاش، من غير ما اقول استطيع تحملها ولا لا، خير ولا شر، ابيض ولا اسود، ما تحطش احكام على الافكار بتاعتك. دايما تتكلم على الوصف للحدث او الوصف للشيء، ده يخليك تقلل التحامك بالفكره نفسها. الاحظ الفكره وهي بتمر قدامي. ليه الاحظ؟ عشان الوعي جزء اساسي من عمليه التغيير. طول ما انا ما عنديش وعي، وطول ما أنا لازق في الفكرة اللي جوايا ولازق في الأحكام اللي أنا حطيتها لنفسي وللعالم وللآخرين، مش هعرف أشوف ومش هعرف أتغير. عشان أبدأ أتغير لازم أكون واعي بالحاجات اللي بتحصل دي كلها. جزء من التمارين بتاعت الوعي بالذات والوعي بالأفكار إن أنا أعمل التمرين ده، هو اللي هو أوراق الشجر على نبع صافي، نبع مية ساري جاري، يعني ان انا احط الافكار بتاعتي على ورق شجر بيتساقط من شجره في فصل الخريف. كل شجره، كل ورقه شجر بتسقط عليها فكره من الافكار بتاعتي، كل ورقه شجر بتسقط من الشجره عليها فكره من الافكار بتاعتي، وبعد كده الافكار دي بتعوم على الميه ومش همسك فيها ولا هستنى ولا هخليها تستناني، لا انا هسيبها تنساب مع ينبوع الميه وهو ماشي. ده عشان يسهل عملية عدم الالتحام بالفكرة. لوحة الشطرنج مثلا، لوحة الشطرنج في العادي بتبقى زي كده، تبقى 8 صفوف بالطول و 8 صفوف بالعرض، وفي ناس عارفة انها هتاخد الجيش الاسود وفي ناس هتاخد الجيش الابيض، وهنلعب على كده. طيب اللي بيحصل هنا، اللي بيحصل ان في مخنا مفيش لوحه شطرنج محدوده كده زي دي واعرف عدد القطع واعرف مين الكسبان ومين الخسران بمنتهى السهوله من الخطوات اللي بيأديها اللاعبين. لا لا لا، موضوع في المخ ابعد من كده بمراحل كبيره. ازاي؟ لوحه الشطرنج اللي جوه دماغنا لا نهائيه، وعدد القطع لا متناهي، كل فكره بتصارع فكره، وكل حاجه بتصارع الحاجه الثانيه، والاحكام بتصارع احكام، والمشاعر بتصارع مشاعر، والذكريات بتصارع ذكريات، وكذا وكذا. انا لو فضلت اقف ما بينهم او احجز بينهم او ان انا اتخانق في صف فلان او علان عشان اكسب فلان او علان، ايه؟ هتعطل، لان الصراع ده لا ينتهي. طول ما انت عايش لا ينتهي الصراع ما بين الافكار دي اللي في دماغك، لا ينتهي ابدا. يبقى الافضل والشيء الحكيم اكتر ان انا اعمل ايه؟ ان انا ابقى زي اللوحه نفسها، اللوحه بتاعت الشطرنج نفسها، يحصل زي ما يحصل فوق اللوحه، اللوحه ما بتتغيرش، اللوحه ثابته قاعده في مكانها، واعيه باللي بيحصل فيها، واعيه بالصراعات اللي موجوده، ولكن لا تشترك في الصراع. أمال تعمل إيه؟ تعمل الوظيفة المطلوبة منها. متى نستخدم مهارات الانفصال عن الفكرة؟ نستخدمها لما تلاقي إن أفكارك كلها قديمة متكررة ما فيهاش حياة، لما تجد نفسك غارق في الأفكار لدرجة إنك تكون غير واعي بما يحدث حولك. أنا ابني بيناديني أنا مش سامعاه، بنتي عمالة بتشد في هدومي قومي اعملي لي كوباية لبن، مش سامعاها، مش مركزة معاها خالص. أن يكون عقلك غارق طول الوقت في التقييم والمقارنات بدون داعي، أن تشعر أنك كما لو كنت في زمن آخر أو أن عقلك ليس معك، أنك تحس أن أنت تجد مخك طول الوقت غرقان في التصنيف صح أو غلط، أن تجد نفسك أنك لا تستطيع التركيز في شيء. تمام، عرفنا كده ازاي نستخدم فك الالتحام مع الفكره وليه ايه فايدته. لو الطرق اللي فاتت دي ما عجبتكوش او ما اشتغلتش في وقت من الاوقات، انت ممكن تعمل ان الافكار دهيت او الاحكام دهيت تعلقها في كروت صغيره في سلسله المفاتيح بتاعتك، او تعتبر ان ميداليه المفاتيح دي هي الافكار المزعجه اللي في دماغك وتاخدها معاك في المكان اللي انت رايح فيه، فساعتها هيفك الالتحام مع الفكره. تجسيد المشاعر، بالنسبة للمشاعر أنا لو جسدتها بتفرق كتير قوي في إن أنا ما أبقاش ملتحم بيها. يعني مثلا هالة مكتئبة
أو هالة قلقانة، أوكي؟ هقول لك فين بالظبط في جسمك حاسس أكتر مكان فيه القلق. ناس غالباً اللي بيحسوا بقلق بيبقوا محسين أكتر مكان فيه القلق اللي هو صدرهم، حاسين ضربات قلبهم سريعة، أو إنهم يحسوه في عضلاتهم، عضلاتي مشدودة ومتوترة، أو يحسوه في رأسهم إنه هو دماغه مشدودة كأن حد رابطها بحاجة تقيلة. الناس اللي عندهم إحساس بالاكتئاب، بص لقي إيه، أنا خانقة في صدري، أنا قلبي بيتعصر، أنا زي ما أكون مخنوق، زي ما يكون في حد خانقني من هنا، مش عارفة أتنفس، حاسس إن أنا عايزة أعيط ومش قادر. خليه يجسد المشاعر بتاعته، سواء كانت مشاعر قلق أو مشاعر اكتئاب، خلينا نجسدها. فين يا ابني أكتر مكان بيؤلمك؟ أكتر مكان ظهر فيه المشاعر في جسمك؟ هيعلم لك عليها. لونها إيه؟ يقول لك بقى لونها أي لون يعني. شكلها إيه؟ مدور، مخرفش، السيرفس بتاعها أو السطح بتاعها خشن ولا ناعم؟ طيب هي باردة ولا سخنة، بتحرق ولا باردة تلج؟ طيب هي قوتها قد إيه، يا ترى قوية ولا ضعيفة، يا ترى سريعة بتتحرك من مكان لمكان ولا مش سريعة، ولا ساكنة في مطرحها. كل الأفكار ده هي بتخليني أقدر أبني تصور معين للمشاعر دي، شكلها إيه وحالتها إيه. لما أنا أبتدي أجسد المشاعر ده هي بيساهم كتير قوي في ان انا انفصل عن المشاعر اللي هي مغرقاني دهيت، لان انا طول ما انا غرقان في المشاعر مش بقدر افكر بعقلي الواعي الحكيم اللي انا اقرر بيه قرارات منطقية سليمة عشان اوصل لمنظومة القيم بتاعتي. طيب الألم ده مخلوق ضعيف ملوش حد يلجأ له غيرك. احنا هنتخيل كده، هذه الغصة اللي في حلقك مخلوق ضعيف يستحق الشفقة، يستحق التراحم. هتوديه فين؟ هتقبله مكان ما هو موجود، هتقبله. طب هتقبله ازاي؟ هترسل يدك الحانية اللي هي ايدك دي، هتحطها على مكان الألم، وترسل من يدك اللي هي ماسكة مكان الألم ده، ترسل الحنان والعطف والتراحم إلى هذا المخلوق الضعيف. زي ايه؟ زي عيالك كده لما يخرجوا تفسحوا بره، يلعبوا في الجنينة في الطين وفي العرق وفي الوساخة، وجايين لك بقى آخر النهار، جايين لك ريحتهم قذرة جدا، ملابسهم قذرة جدا، وشهم ملغمط طين، وإيديهم متخربشة، ورجليهم ركابهم متعورة. طيب هتطردهم بره البيت؟ مالهمش مكان تاني يروحوا، هيروحوا فين؟ فأنت هتستقبلهم في البيت، وهتديلهم الحنان والعطف، وتطبطب عليهم وتحضنهم، وتقدم لهم كل القبول وكل العطف اللي موجود فيك هتديه لهم، عشان هم أبنائك، هم مش هيروحوا في حته. نفس الحكاية، مشاعرك دي بتاعتك، مشاعرك بتاعتك دي تتقبلها زي ما هي، ما تتخنقش معاها، ما تقولش أنا مش عايز الخنقة اللي في زوري دي، أنا مش عايز الألم اللي في صدري ده، أنا مش عايز العصرة اللي في قلبي دي. هتتخانق ماشي، وبعدين راحت ما راحتش، مشيت ما مشيتش. يبقى أحسن حاجة إن أنا أتقبل الألم اللي موجود ده هو، بعد ما قمت بتجسيده وتحديد مكانه في جسمي، وإن أنا أبعت له طاقة حب وتراحم وود ولطف وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا، عشان أقدر إن أنا أعيش حياتي للقيم اللي أنا مؤمنة بيها. طيب يجي سؤال مهم بقى، اللي هو هيبقى مقدمة الحلقة اللي جاية إن شاء الله. لو أنا مش الأفكار بتاعتي، أمال أنا مين؟ صحيح، ده سؤال مهم. أكتر الأفكار التحاماً بينا هي واشتباكاً معنا هي أفكارنا عن نفسنا. يعني أنا شايف نفسي إيه؟ أو أنا شايف نفسي مين؟ أنا شايف نفسي فاشل؟ يبقى الفكرة بتاعت فاشل دي يبقى أكتر واحدة لازقة في نفوخي، وفي النهاية هتخلينا نهرب أو نقاوم أو نتجنب. يبقى انا ههرب من ان انا اتكلم مع هالة، عشان هي طول الوقت بتقول لي يا فاشل يا فاشل. هتجنب ان انا اقعد معاها، هتجنب اني اسمعها. لا يمكن ان تتقبل الافكار واحنا ملتحمين بيها. صعب جدا ان انا اقول لك تقبل الافكار وانت ملتحم بيها، لازم تبعد عنها خطوه ستيب باك عشان تقدر تشوف الفكره بشكل مجرد حروف على ورق، حروف لها نغمه منطوق معين.
تنفصل عنها حتى تراها من بعيد وتلاحظها ولا نرى من خلالها، يعني ما تبقاش هي النظارة السوداء اللي أنا شايفة منها نفسي والعالم والناس. عندما تلتحم أفكار مع أفكارك بتصبح كمسلمات، وبدون أن تعي أن هذه الأفكار هي نتاج عملية معرفية تحتمل الصواب أو الخطأ. إحنا هنا مش في معرض خالص إن إحنا نتناقش مع الأفكار، إحنا بنتكلم على إن البروسيس نفسها أو العملية نفسها بتاعت التفكير عملية معقدة جداً، وإحنا ما ننفعش ناخد الأمور دي كمسلمات ونلتصق بيها ونصدقها وتبقى لها تأثير قوي على وجداننا وعلى قراراتنا. كلما التحمت بأفكارك عن نفسك كلما قلت مرونتك النفسية اللي هي psychological flexibility هتقل، وبالتالي أنا مش هقدر أتغير كويس. عشان أتغير لازم يبقى عندي وعي الأول، عشان أبقى عندي وعي لازم أنفصل من الفكرة عشان أقدر أفكر بشكل موضوعي. طيب هناك ثلاث مستويات لرؤيتي الذاتي اللي هي السلف conceptualization، ثلاث مستويات من خلال نظرية القبول والالتزام، ثلاث مستويات أشوف بهم نفسي اللي هي conceptualized self اللي هي فكرتي المسبقة عن نفسي اللي هي بنت من الناس الكير جيفر أو الناس اللي كانوا بيرعوني وكانوا بيدوني تعليمات أو أحكام عني، مثلا بليد، فاشل، أهبل، غبي، نشيط، مؤدب، جميل، محترم. كل الانبوت أو كل المحصول اللي أنا حصلته من وأنا صغير لغاية ما كبرت هو ده اللي بيكون رؤيتي عن نفسي أو الconceptualized self فكرتي عن نفسي. المستوى الثاني اللي هو الوعي المستمر بالذات اللي هي الcontinuous process of self-awareness، أنا بقول الإنجليزي والعربي عشان ما حدش يتلخبط في الترجمات، الوعي المستمر بالذات. ثالث مستوى اللي هو الذات الملاحظة. هنعرف كل مستوى من المستويات دي وهنعرف نتعامل إزاي مع كل مستوى من المستويات دي وإزاي نغير كل مستوى من المستويات دي بما يخدم الهدف الأساسي اللي احنا عاملين اللي احنا واخدين الكتاب عشانه اللي هو ان احنا نخرج من الصراع اللي داخل عقلنا ونقدر نعيش حياتنا بشكل أحسن. هناخد الكلام ده المرة الجاية، حضروا نفسكم لحلقة جميلة جداً.